FM. الكلمة ليك. الفرق التونسية كنقولوا النجم الساحر النادي الافريقي كنقولوا فرق تنشط فرقة المحترفة الأولى أنهم يخرجوا ويغادروا البطولة لكن الجرين بارك توصل للفينال، شنو هي الفرق؟ من وجهة نظركم أنتم شنو هي الفرق؟ أنا شنعطيك النظر نتاعي بصراحة، معناها بصراحة أنا باش نحكي لك الناس هذوما عطشانين، أما ليتوال جابت ليكيب سيفيل نتاعها ديجا معناتها فماك معناتها فما شوية كما نقولوا ثقة بزايدة اي الثقة لازم امني. اما ما يمنعش اليوم متمكنين لكن الثقة زايدة فرد وتيل قعدنا رافين كيفاش يعملوا في الجوارات ناس مكونسونتري كذا، اما الثقة الزايدة هي وزيد للتور الاولانيين فما كيبا تسال فهمتني، اما من بعد في اللي وتيام ولانكارو دومي صعبت هما ممكن لاش موزاد خرجوا على بلانتيات راه ما خرجوش. لكن شنو هي الفرق تقول لي انت توما الفرق هي هذوما هذوما لحمه اول حاجه ناس تطبق التعليمات معناتها احنا هزيناهم يطبقوا التعليمات. ثالث حاجه فما تكوين في الاكاديمي تكوين معين معناتها سورتو في التكنيك. ثالث حاجه هما الكونسنتراسيون تاعهم في كل ماتش وماتشوه معناتها ما يخممكش ان نخسر ماتش هذا ونتعادل ماتش الاخر، لا يلعبوا كل ماتش وماتشوه وذاك كله خدمه نخدمها في السونتر وزيد سورتو تكنيكمون ولادنا معناتها مريقلين بالكدا. هنا تحكي على جرين بارك، جرين بارك بيان سور عندهم تكنيك سبيسيال عندنا الجرين تاع في اللعب معناتها اوموجين ليكيب سيرتو الديفونس دومي والاتاك نتاعنا فهمتني، وذاك اللي واللحمه نتاع الصغيرات كسوا على البنك ولا البرة ولا الكل كيفيف عندنا جوارات احنا لعبوا ثلاثة واربع دقائق كي تراها انت نات اللي خسرنا فينال حزين اكثر من الجماعه اللي البرة اللي يلعبوا توتيلير. هذيك هي القوه نتاع الجرين بارك اون بليس زونترالمون اون بليس وكل شيء يجي مع بعضه راه حرص الاداره كذلك كنقولوا هنا حرص الاداره عليهم. حمدي شنو هي الفرق بين جرين بارك كبني خيار والنادي الافريقي والنجم الساحلي والا اسبانيا ولا اسباني فرق تنشط في الرابطه المحترفه الاولى سواء التونسيه ولا الاسبانيه ما يكونوش في الفينال لكن جرين بارك بني خيار موجوده في الفينال؟ شو الفرق راه في الكونتينيتي راه انا اليوم كي نقول لك مالك ولا محمد علي ولا عزيز هذوما راهم لي فونداتور تاع جرين بارك راه هما اللي بداوا معاه اي هما في نهار البورتو فيرت معناتها في ديسمبر 2012 سبتمبر 2012 سبتمبر في البورتو فيرت موجود دالي ومالك وعزيز وحبيب ويوسف هذوما الاغلبيه هذوما عباد معناتها هذوما تو 2008 وعندك يوسف ورومان 2007 الصغار هذوما 2008 معناتها كي تغمض انا اكد غمضوا لهم عينيهم هبطوا من التيران يعرفوا روحهم وين يقفوا راه معناتها كي يجيو ولاد صغير تغمض له عينيه وتهبطوا له استيراه يعرف معناتها. وكان التكوين الصحيح. صحيح معناتها احنا راهو معناتها البروغراماسيون راهو صحيح راهو تنور يتبدل اما البروغراماسيون نفسها معناتها سفيان ولا ايمن ولا محمد بوبكر ولا ولا فائل بلاحيرج ولا ماهر ولا الاولاد الكل معناتها يخدموا في نفس الخدمه راه معناتها ما فماش فرق من الاولاد الكونتينيتي هي الكل راه. وبرجو لي راهو تحيه خاصه لسي ناظم زواوي اللي هو معناتها يخدم في خدمه جباره مع الوليدات هذوما كوتي بروغراماسيون كوتي ديسبلين كل شيء. وحنا على ذكر ادم قبيلي راهو مش من السهل وليد باش معناتها وليد في عمره معناتها يجي ينحي لك كات بينالتي في ماتش ومعناتها يعمل ديفيرينس في الماتش هذا الكل راهو مش سهل راهي خدمه اونترونور اخر اللي هو سي محمد الكابتني نحيوه تحيه خاصه يخدم في خدمه كبيره برشا مع لي غارديان راهو ما فماش ادم برك فما ادم فما انس سالم فما محمد الشريف فما وليدات اخرين صغار اللي هما لؤي محرز والا حبيب زريات والا يوسف باللح كلهم صغارات مازالوا طالعين. نجم نقولوا لي هذوما مستقبل الكره التونسيه والله مستقبل العمر هذايا كان استمروا فرد مستقبل الكره التونسيه راهو احنا نتمناه وكان جينا اي جماعه تقول لي نعملوا جملاج اللي هو اليوم في الجزائر لعبات تجي في جوتنا باش تعمل معنا جملاج راه في الجزائر معناتها من الجزائر لعبات تجي في جوتنا باش تعمل جملاج واحنا في تونس ما زلنا نلعب دريقت راه كان نحبوا كره تمشي قدام راه لي زاكاديمي هذوما راه مش جرين بارك فما برشا دي زاكاديمي برشا 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 راه في كل بلاد فما تروا كات اكاديمي الكلمة ليك